نسيت شو طعم الغفا وفل من الدنيا الوفا وبقيت وحدي بهالدنيا ما حد سألني شو بني لا فقير ولا حتى غني وامشي تمسكي بحبك يا عشتار، اوعك تعيدي التاريخ وتصيري نسخة عني. أبوكي عدمني بالحياة، نفاني لآخر الدنيا وجوزني واحد قد جدي. يعني أعمل مثل ما قلت لك؟ مثل ما قلتي لي تمام، وأنا بعد فترة بتصل فيكي لأطمن عنك. جوزي مخطر ويمكن الله بهاليومين ياخذ أمانته. ساعتها ما بتلاقيني إلا صرت جنبك بالشام. يا رب، يا ريت يا عمتي، كثير اشتقت لك أنا. بوسيلي حالك كثير. انتي من ريحة المرحومة امي، ومثل ما وصيتك ها. يلا بونوي بونوي. يبعت لي امها، ليش ما قلت لها على قصة بيت ستي؟ لا هيك احسن، انا وعدت رامز ما احكي، يعني ما احكي. يلا وراك ابو عزيز. بالاسم مدام. الله معك. يلا حبيبك بابا، هاتك بوسه. روحوا ترجعوا بالسلامة. لا تنسى الغراض. ها على عيني. وانا كمان بابا. وانت كمان سهام، ديري بالك على حالك وعلى البنات مثل ما اتفقنا. ولا يهمك، اطمن ان شاء الله تصاب بالسلام. عشتورة بابا. ومن شر حاسد اذا حسد. امرني بابا. بابا حبيبي انا رايح على تركيا. تعرفي وين تركيا؟ شمال سوريا. برافو. بدك شي حبيبي جيب لك معي؟ بدي سلامة قلبك، تروح وترجع بالسلامة يا بابا. طيب. الله يخلي لي اياك، حيفضل بيت علي بغيابك. الله يزينك بالعقل يا بابا. يا حبيبي ديري بالك على حالك واسمعي كلمة ها. اي حاضر بابا. ايه؟ ما شفتوك. يلا حبيبي اقرا عيط الكرسي وقت ان شاء الله. مرحبا. الله معك، اتصل بالسلامة ان شاء الله. باي.
شو؟ لوين؟ بدي روح اشتري بو شعر، عندك معنى؟ قولي للبابا ما بيزعل. جيب لك كيس معي دقوسي. روحي روحي. مبسوطة؟ خيرات الله، الحمد لله هلا اطمنت على مستقبلنا. لك ايه قديش الواحد بشوف وبيقضي، بس ما كنت متخيل بحياتي عشان نلاقي وحدة هيك تحن علي مثلك. انا زلمة وحيد مالي حدا. لك انا مو حدا، انا كل الحدا. ايه والله. تعرف شو؟ شو؟ قلبي كان ناقصني من المنام ما حكيت لك ياه. هاتي لنشوف. قلت لحالي بلا ما اهزل لك بدنا. لا لا احكي لي. بتتذكر يوم اللي اعطيتنا بالمعهد محاضره البولية؟ ايه. اي شفتك بمنامي يوميتها ماسك بالون كبير كبير كبير، وكل ما تقرب لناحي يكبر البالون، تقرب يكبر، تقرب يكبر، تقرب يكبر، اخر شيء فجر البالون. شو فكرك طلع على وشي منه؟ شو؟ جحا. يا لطيف. اي والله بس فسر المنام. شو تفسيره؟ مو ابي قلعك؟ ايه. ايه. عفوا هذا هو ايه؟ ولا يهمك كلي. تحلي تما. تعرف شو تذكرت؟ شو؟ تذكرت ستي الله يرحمها كانت تاخذني على محل بوزة سوق الحميدية. البوزة اللي كانت تطعميني اياها اطيب من هي. بس هي طيبة كمان. في. صعبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعرفي حاسس حالي غريب وضيف هيك مدري كيف، يعني مثل أول مرة أجيت فيها لعندكم وقت تعرفت على ستك المنيرة. الله يرحمك يا ستي. الله يرحمها ويحسن إليها. رح ضيفك شي؟ لا 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 ما في داعي. إذا أنا رضيت ستي بأبرة ما رح ترضى. خليني ضيفك شي. ما في داعي ما في داعي. تعرف رامز بغيابك يمكن أجي أقعد هون. هون بالبيت لحالي؟ لا 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 عشتار لا. كيف بالي بدي ارتاح واتطمن إذا كنتي لحالك هون؟ لا ما بدي. الله يخليكي ما بدي. أحسن لي من القعدة مع خالتي مرتب. ما راح اتحملها والله العظيم ما راح اتحملها، بس على الله ابي يرضى خليني اقعد هون لحالي. راح اسوي لك قهوه. وهي صورتي انا وصغيره ما تغير فيني شي ما، وهي امي لحالها وهي ابي لحالها. وليش الصوره مشوهه؟ أنا شقيتها هيك أحسن. تعرف شغلي؟ شو رأيك أخذك لغرفتي ورجيك وين بتخبى؟ لأنه أنا من وقت ما كنت صغيرة كنت كل ما أتضايق من شغلي أتخبى بمطرح بغرفتي ويدوروا يدوروا يدوروا علي وما يلاقوني، ما حدا يعرف محلي أبدا 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 أبدا. طيب شو رأيك بهالمناسبة نطلع نشوف غرفة ستي؟ لا إلا غرفة ستي رامز، الله يوفقك ما تواخذني. أنا حالفة يمين عظيم ما حدا يفوتك عشان ما يتغير شيء ولحتى تبقى ريحتها فيها مثل ما هي. معك عم فعلا، اذا انفتح الباب او الشباك ممكن الريحه تطير. صعبه صعبه يا عشتان، هدي حالك.
عشتان ديري بالك على حالك. ماشي، بس خليني اشبط معك لجوا الله يوفقك. لا لا ما في داعي، انا بكره لحظات الوداع كثير، بحس حالي مخنوق. عشتان سامحيني. على شو؟ لاني على طريق سفر وما تاكلي همي ابدا. انا في لي اصدقاء حينتظروني على بوابه المطار بامريكا، اصدقاء كثير كفو، انا بحبهم كثير وهن بحبوني، وانا طول الوقت كنت ساعدهم ايام الدراسه. عشتار طلع جواز سفر وان شاء الله بعد 3 اشهر ببعث لك الحقيقه. امين يا رب، رح اشتاق لك كثير. وانا كمان. الله معك. جواز سفرك. الله معك، مع السلامه. معلم دير بالك عليا. خدني على أفخم أوتيل بالبلد. يا الله شو هاد؟ ليه نهار على الحالة؟ قومي يا، صار عندك أعصاب تنامي بين حالة؟ مكشور، شوفي شبكي؟ لك شو شوفي؟ مو سامعة مسجلة؟ مو سامعة شيء. وعبد الحليم؟ إيه. لك لسا ما تعودتي، من آخر ساعة على الحالة. بعدين إذا مزعوجة قومي سكري الباب وخلصينا. شو سكر الباب؟ رح طقم الشوب. لك خلصينا. يا صحيح إنك بتمسحها. عبادي لك هص وطي صوتك، هلا بتصحى وبتصرعنا بمسجلتها. انبسطتي؟ ما صدقنا بطبطة البطيخة. هلا فقت من صوتي انتي الثانية؟ الله يصرفك عني يا عشتار يا بنت نعمة إلهي، على أهون سبب. ليكي ماما أنا ما عاد فيني أتحمل، جو البيت صار كئيب. ولك مو بس هيك، ما عم تتحمم كمان. طبعا، طالعة وخمة لأمها. ما في غير بابا بحي هالقصة. مو لحتى يرجع من سفرته، وأنا ما عاد فيني أتحمل مثلكم. الو هي رفيقتي الي مو لك. ايوه عشتار حبيبتي، تعي افطري معنا بس الله يرضى عليكي، اطفي لي هالمسجله. راحت معنا كل الليل. طيب اطفي لي هالمسجله.
كسروا لها اول مسجله والثانيه جابت غيرهم، سرقوا لها الكاسيت طلعت عامله نسخه ثانيه عنه، جبنا لها ووكمان ضلت تسمع نفس الغنيه. من امتى صار لها بهالحاله؟ من وقت ما سافرت، يعني بعدها بكم يوم. صار جو البيت كئيب، لا عم نعرف ناكل ولا نشرب ولا ندرس. شوف منير، انا تحملتها لبنتك بغيابك، قلت لحالي خطي، اذا قلعتها وين بدها تروح؟ هي اجيت انت تصطفل منك لبنتك، هالبيت الي ووهبتك اياه الك ولبنتك. يا بنات ضبيتوا اغراضكم؟ ايه ماما جاهزين. يلا امشوا جيبوا. أنا رايحة أنا وبناتي على بيت أختي، ابقى حللها عادتها للخانم وخبرني، يا أما خدها على شي طبيب نفسي خليه يحللها قصة حبيبي القلب اللي كل ما رن التليفون بتركض مثل المجنونة مفكرة إنه هو اللي متصل. الله يعينك ويعيني عليك وعلى بنتك. امشوا يا بنات. بعدين لا تنسى تقنع على بنتك إنها تتحمم، لأنه وخامة ووساخة ببيتي ما عندي. امشوا. بابا بابا عشتار حبيبي سمعتيني؟ بابا 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 تذكري بابا لما كنت صغيرة كتير تغني لفيروز قلك غني لي قلي لي بابا بيستحي أطفي الضوء. تذكري هذيك الأيام بابا حبيبي سمعتيني شو عم يحكي لك حبيبي؟ حاكيني حاكيني لك بابا. يا بابا إذا كل هذا عم بيصير فيكي مشان هذا المغضوب السحنوك هذا اللي اسمه رامز خلاص بجوزك يا قلي لي وينه بروح بجيبه بجوزك يا لك يا بابا بس ما يصير فيكي هيك. ايدي الو اهلين ابو عزيز شو في؟ خلص خلص هلا راسي مثل الطبل ماني فاضي للحكي. وينك؟ انا بتصل فيك. اسمع لا تقول لحدا بالمعمل انه انا هون انه لسه ما جيت انا فهمت؟ خلص انا بتصل فيك. الله معك. شوفي بابا انا فايت لجوا غير ثيابي وعمل دوش بدي ارجع بعد 10 دقائق لاقيكي مقلوبه قلب بدي لاقيكي عشتار اللي بعرفها فهمتي؟ إيه؟ وهذا البطيخ المبسمه الضراب السخن هذا ما بقى بدي اشوفه بالبيت فهمتي؟ قدامي بو وانا كمان وحاج دفشي خلاص انت وياها كنه بقى كنه. كتر خيرها خالتكم اللي قبلت تستقبلنا ببيتها. ما بكفي انه بيتها صغير ويا دوبي ساعه هي وجوزها واولادها كمان بدكم تتأنبروا. ماما خذي لها لعندك شوي. ايه شو شايفتي تختبوكي وماني عرفانه؟ اخرسي وليه؟ ما شاء الله عنك انت اخرسي. ماما لك شو عم تحكي معي؟ لك شو عم تحكي معي انا كمان؟ ماما قولي لها. يا الله يا عشتورة بابا نشوف هلا شو جايبين هدايا. هي هي لارا هي 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 تبع يارا هي لك وين هي لارا هي لسهام هي هي بابا بابا
وفيش جايب لك شغله ما في منها بالعالم بالعالم. عشتوني بابا. شوفي 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 شوفي. بكره هاي بتفصلي يا بلوزه بتاخذ العقل. لك دخيل الله عشتوني بابا. شوف احلى لك قدرت البلد كلها لبين ما لقيتها. بس لبقت لك والله ما لقيت شي جاهز لك على قياسك لك بابا. شو بدنا نساوي؟ ليك حبيبي لك شو بكره بنزل انا وياكي بنعمل دوره بسوق الحميديه بشتري لك اللي بدك اياه من 1000 ل 100000. تذكري لما كنا ننزل على سوق الحميديه نشتري غراض وناكل بوظه؟ بكره بنزل انا وياكي شو ما بدك بشتري لك اياه. حبيبي بابا سمعتيني بابا؟ بابا مشان قلت التسجيل تبعك وحياة عينك بكره لاشتري لك وحده جديده وديجيتال موديل جديد. اساسا هاي بطلت هاي تبعك هاي صارت قديمه. هاي الزيتون يعني اذا كان سهام خان مو هون يعني ما بنفطر؟ الى ستي بدنا نفطر. بدنا نفطر انا وياكي. تذكري لما كنا نفطر انا وياكي لما كنت صغيره هالقد هيك؟ حبيبي شو كنت طعميكي بايدي وهلا كمان بدي طعميكي بايدي. تحت امك حبيبي تحت تحت تحت. اف لك شو الريحه؟ لك قد ايش صار لك ما تحممتي؟ عشتار شو صار لك شهرين ما تحممتي؟ قومي حبيبي قومي قومي على الحمام قومي عمي مش حبيبي قومي قومي تعالي حبيبي قومي قومي بابا تعالي حبيبي قومي يلا يلا يا بي بدك تعملي حمام قوي حبيبي. شو هي الشامبو بالليفه والصابون على فرق على فرق يا حبيبي. هلا بس تخلصي بدي اخذك مشوار حلو كثير يا حبيبي. يلا حبيبي يلا Thank you.
الو شو بدك؟ ايه شو ساوي لك يعني؟ هلا كل شغله بدك تساليني؟ تصرفوا، ما دفع لا تسلموا، شبكون؟ ما بتعرفوا ولا تساووا شيء بدوني؟ نبى حدا يتصل فيني لبين ما اجي انا على المعمل. سلامة. نامو؟ نامو. هبة، لأيمتى بنضل على الحالة؟ يعني أنت بتصالح هي وجوزها؟ شبنا حسام، لك أنا بشو وأنت بشو؟ يعني المخلوقة دمتها ما عم تنشف، ولي على قلبي عليها. أنت بتعرفي إنه مو مشاني، مشان الأولاد. طمع، مو صايب عليهم شي، تصبح على خير. هيك يا منير هنت عليك بهالسهولة؟ لك ما اشتقت لي، ما اشتقت للبنات ولا خلص عشتار اخدت لك عقلك؟ بسيطة يا منير، بسيطة. هبة خدي البنات على الأوضة. يا الله اشتقنا له. ماما خلينا معك. روح ما خلي. يلا معلش يلا بشوفك. بدي احكي كلمتين معك. اكيد بس ايه. تفضل. مرحبا سيارة. أهلين. شلوني؟ منيحة.
يا سهام تعبان تعبان. انت اللي جبته لحالك سهام. هلا انا جاي لشوفك وارتاح، مو لحتى تنكدي علي. شو شايفني انا مرتاحه برات بيتي؟ يعني صحيح اختي حاطتني بعيونها، بس مثل ما انك شايف بيتهم ضيق، ويا دوب ساعه هي وولادها وجوزها، والضيف عياره 3 ايام، شلون بقى انا اللي الي شهر عندهم؟ طيب يا شهام، مين ضربك على ايدك وقال لك تتركي البيت؟ شوف منير، جيتك لهون لبيت اختي على عيني وراسي، اتصالاتك فيني طول هذا الشهر كمان على عيني وراسي، وانك تطمن علي وعلى البنات كمان على عيني وراسي. سهام صلي شهر عم بترجاكي، وبعدين؟ ايه بس على التليفون ما بيكفي. لك ايش بدي ساوي يعني؟ ايه والله عشتار مجننتني. ما هي مجنونة خلقة سهام. ايه كانت رح تجنني الي ولأخواتها بغيابك. الحاصلة كيف صارت هلا؟ يعني من سيء لأسوأ، ما عم تحكي ولا كلمة، يعني عم تأكل بس، يعني شو عم دي قلك على الخفيف، لقمة من هون لقمة من هون خلصنا. وعبد الحليم؟ لا لا عبد الحليم ولا عبد الوهاب. الحمد لله خير إن شاء الله. لك يا سهام أنا فهمان عليكي، أنت مالك طايقتيها لعشتار ولا بتقدري تطلعي عليها، فهمان عليكي، بس هي شو ذنبها يا ستي؟ اعتبريها أنه هي مذنبة. أنا شو ذنبي؟ لك أنا مو جوزك ولا نسياني؟ إيه لا مالي نسياني، بس الظاهر أنت نسيان أنه إلي حقوق عليك. لا مالي نسيان. أمري أولاً ما بدي عشتار تقعد ببيتي أبداً. يعني شو بساوي فيها؟ بنتي بكبها بالشارع يعني؟ لا جوزها. نعم جوزها؟ يعني شايفة 50 واحد صار خاطبها وأنا عم أقول له لا؟ أي جوزها لرامز. نعم مو قلت لك هذا بقى تذكريه على لسانك؟ الو الو فلك، انا منير انا منير. انا اسف اختي عم اتصل فيكي، بعرف انه بوقت متاخر كثير يمكن نايمه، بس شو بدي اقول لك يعني الموضوع بيتعلق بحبيبه قلبك عشتار. لا ما فيقتني، شبه تجوزت؟ تجوزت يا ريت. شو منير صار لها شي عشتار؟ اوعك هي مثل بنتي. يعني شلون بدي اقول لك، مثل ما بيقولوا صاير معها يعني شو اسمه صدمه نفسيه. صدمه شو؟ والله يا اختي ما بعرف، بس انا يعني عم حاول معها صار لي فتره كثير يعني. لك لك فهم علي، لك لا عم تاكل لا عم تشرب ولا عم تتحمم ولا عم تساوي شيء لا من تمها ولا من كمها. لك والله انا تعبت كثير. بعدين سهام كمان ضاجي تركت البيت وراحت عند اختها واخذت البنات معها، يعني قاعد انا هيك لحالي براسي. يا ريت مثل العزابيه العم كثير. والله حاولت كل جهدي مع عشتار لكن ما عم بيطلع بايدي، ما عم بعرف شو بدي اسوي فيها. كفلك اختي اسمعي مني هالكلمتين، الله يخليك ويوفقك، بركي بتجي لك شي يومين ثلاثه لهون بتشوفيها، بتعرفي انت يعني عشتار بتحبك كثير وبتسمع كلامك. الله يوفقك يا فلك. شو عم تحكي؟ انا جوزي على حفه قبره وناطرة خبر موته بأي لحظة من المستشفى، وولاده فوق راسي بدهم الورطة، ما فيني أتركه أجي هلأ. طيب يا أختي وعشتار، لك شو بعمل معها يعني؟ جوزها لرامز. شو رامز؟ شو عرفك برامز؟ أصلاً عشتار قالت لي كل شيء وأنا شجعتها. لحظة لحظة منير، عم يرن الموبايل. منير منير وشك حلو علي، خبروني هلا من المستشفى انه جوزي عطاك عمره، لازم روح لعندهم هلا، برجع بحاكيك بعدين، مع السلامه. طيب نور يعني وين المشكلة؟ استاذ ابو احمد ما كمل بقية المبلغ وطالب نسلمه بقية البضاعة. طيب البضاعة القديمة اللي استلمها سدد حقها؟ سدد كامل. طيب بسيطة، سلموا البضاعة انا بحاسبه ما لي شيء. حاضر استاذ. يعطيك العافية.
منور المصنع بوجود احسن منير. تسلم ابو عزيز. الله وكيلك، كلياتنا ما بنسوى شيء من دونك يا معلم. اسمعني منيح هلا. مو بصدق. بدي منك شغله، بدك تساوي لي اياها مثل البر. على راسي. تتذكر هذا اللي اجى برا لعندي، الاسمر السحنوك اللي اسمه رامز. هذا ما غيره؟ عرفته؟ ايه عرفته. انا وينه ما بعرف، بدك تروح تدور عليه، تخلق لي اياه من تحت تقطيع الارض، جيب لي اياه هون على المكتب. بتأمر امر واعتبره صار عندك هون. يلا طياره. يا ترجع لعند جوزها، يا اما تطلق وتشتري لها شقفه بيت من حصتها وتحط ولادها وتقعد. سوتي صوتك، هلا بتفيق وبتسمع. بتسمعني؟ شو هاللزقه هاي؟ لك حتى ببيتي ماني مرتاح؟ في الاخ تروح تقعد عند اخوها؟ محلك تفهم، سهام ما بتطيق مرته ولا مرته بتطيقها. بعدين وين قاعده هي؟ ببيت اختها. فهمناها هي، فهمناها. بعدين انا وانت اذا تحملنا الاولاد ما عاد يقدروا يتحملوا، تكسرت عظامهم من النوم على الكنبايه. بمكاتب الامن، بالهجره والجوازات، ان شاء الله بيدفن الموتى. تسالي عنه؟ بتؤمر امر سيدي. المهم انه اعرف انه هو موجود بالبلد ولا مو موجود، عايش ولا ميت. فهمت علي شو عم بحكي؟ فهمت. انا موجود يا بالمكتب يا بالبيت، بتخبرني فورا. غيره توصي شي سيدي؟ سلامتك. خاطركم. مثل الطير. سلام عليكم. خبرني. يا امرأة. خليني افقيلها الدملي وجوزها يا بقى. كانت باطلة ومحولة يوم اللي فركست الجوازة. إيه كانت اتجوزت وخلصت من هالمشكلة بقى. مفاجأة. عم قول لحالي البيت منور. وين قطعت؟ قطعت بابا. حبيبي تعا 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 حبيبي تعا تعا. استنى لك كثير، مشتاقة للبيت كمان. لك يسلموا لي القطاط. انا شو جبت لي معك من تركيا؟ لك جبت لك هيك كم تقراض. وانا كمان وانت كمان هيك كم تقراض. ساعدك ماما. يلا يلا روح حضر الغدا. يلا يلا بقيت الاكل. علينا بعزيز. السلام عليكم. شو صار معه؟ هذا رامز اللي قلت لي عليه، من شهر مسافر خارج سوريا متجه للخليج، ومو تارك عنوان مفصل لإله هنيك. ايوه طيب طيب، روح روح انت. الله معك. تؤمر شي استاذ؟ لا سلامتك. السلام عليكم. سلامي. الخليج؟ Thank you.
له إلي تيتي؟ بدي خبز. هاي الخبز يا تيتي. سألني شو بني، لا فقير ولا